مليان صغير في الشارع يعني. وقت اللي نمشي كنت نجذب أكثر للرجال. ما كنتش نحس انه ثم انجذاب للجنس الاخر، سواء كان في الكلاس في الحومه، ما كانش ثم اي انجذاب للبنات. بالنسبه لميولاتي مخبيها على الناس الكل، ما حتى حد ما يعرف، ما نحكي لحتى حد، لا لدارنا لا لأصحاب لا الحوم لا حتى حد. مخبيه الموضوع على الناس الكل خاطر يسبب قلق كبير برشا. تلفاصون حتى مشيتي ما نمشيش مرتاح، في لبستي ما نكونش مرتاح، ما نكون مرتاح في حتى شيء. ذاك علاش يعني كل شيء نعمل العكس، يعني نخبي كل شيء. في عمر 10 سنين تمت عملية اغتصاب في العمر هذاك. كان عندي قريبي استغل الفترة هذيك والسيتواسيون اللي كنت فيها. أنا صغير ما كنت نفهم حتى شيء، عمر طفل في عمر 10 سنين ما نفهم حتى شيء. والأدهى والأمر أنه ما كنتش نجم نتكلم ولا نقول للدار شنيا اللي صار، خاطر كنت تحت التهديد. رد بالك تتكلم، إذا كان تتكلم نقتلك. كان ديما يجبد سكينة ويهددني بها، فما كنت نجم نقول حتى شيء وما نجمت نحكي لحتى واحد الحكاية هذيك. الشيء هذا يعني خلاني أني نكون منعزل، نجبد روحي من الناس الكل، نكون وحدي في قهوة، في جردة، في أي بلاصة. يعني ديما نكون نحاول أني نكون وحدي لسلامتي الجسدية والنفسية. يعني حدث الاغتصاب هذيك سببت لي عقدة نفسية كبيرة. حسيت أنه حرمتي الجسدية وحتى حرمتي النفسية انتهكت. ما كنتش نحب نحكي عليها حتى توا وأنا نحكي فيها، يعني إحساس خايب برشا. ما كنتش نحب نحكي عليها وما نجمتش أني أصلا باش نحكي عليها. تعبت 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 برشا وقتها. المجتمع التونسي يرفض وجود المثليين معاه. الحاجة اللي سببت لي برشا مشاكل السلطات الأمنية في تونس، ثم برشا مضايقات، ثم تلفزيون. يعني الإنسان ما ينجمش يعيش مع ما ينجمش يعيش هو بيدو مرتاح، وما ينجمش يعمل علاقات، ما ينجمش يعيش إذا كان عنده يعني داخل في علاقة. ما ينجموش يعيشوا مرتاحين مع بعضهم، ما ينجموا يعملوا حتى شيء في الشارع، في الدار، في قهوة، في أي بلاصة. يعني عادي جدا تكون قاعد في الدار تلقى البوليسية هبطوا عليك، لكن لطف بك ربي يعني تكون شاهد الحبس
أقل حاجة عام 6 شهور، عامين، توصل حتى ل3 سنين وغرامات مالية بسبب الفصل، يعني 230 في القانون بتاعنا. نتمنى أن القوانين تتبدل في تونس، نعيشوا مرتاحين، يكون ثم العلاقات أنها تكون عادية قانونية، حتى الزواج علاش لا، يعني يكون قانوني في تونس كما البلدان الغربية، يعني علاش لا.